وفي سامراء أيضا أطلقت منظمة سابا لحقوق الإنسان مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف الانتظار للطلبة في جامعة سامراء وأصحاب خطوط السيارات عبر إنشاء محطات انتظار بدل الوقوف تحت أشعة الشمس، ما يسهم في التخفيف من العباء خلال الموسم الدراسي للطلاب. احنا خلال سنوات كثيرة جدا نعاني من ازدحام الخط الخدمي، فسواق الخط اللي ينقل الطلاب دائما يبقون ينتظرون، يعني من الصبح لحد وقت متأخر ينتظرون الطلبة، والطلبة اللي يطلعون قبل غيرهم هم يبقون ينتظرون، فكنا نعاني من الأصوات اللي يجينا، يعني ما يقدر يدخل للمكاتب، تجي سيارة لازم توقف على الشارع العام وتعبر، فالتجأنا لعدة دوائر حكومية ما حصلنا أي نتيجة، لكن منظمة الاي او ام الدولية ساعدتنا بمبادرة صغيرة قدرنا من خلالها نحط هاي المظلات نخليها على سياج الجامعة في سبيل نخفف الزخم اللي تيكون بالشارع الخدمي. طبعا الشارع الخدمي اللي هو مقابل جامعة سامراء يكون دائما مكتظ بالطلاب وسائقي النقل. هذه التجمعات أحدثت يعني توترات بين السكان الموجودين في هذا الشارع وبين الطلبة. ارتأت المنظمة أن تقدم مبادرة خدمية تخفف من العبء اللي موجود في هذا الشارع، وأيضا يعني كمحطات آمنة للانتظار في الشارع الموجود على في شارع جامعة سامراء. كطالب جامعي اليوم نشوف جامعة سامراء هي تحتوي جميع الطلبة من جميع المحافظات من جميع النواحي، في وقت الحلة يصير زخم جدا عالي، لأن احنا اليوم عندنا سايدين فقط، الوقت جدا حار، عندنا طالبات خواتنا وعندنا طلاب وعندنا سيارات خطوط، فيصير الزخم جدا عالي، عندنا منازل تعاني من هاي الأشياء والإرباك. اليوم هذه المصطبات وهذه المبادرة الجميلة اللي ارتأت بتعاون جدا طيب ومبارك من مؤسسة ساية لحقوق الإنسان وبين منظمة الهجرة الدولية الـ IOM، ارتأوا أن يخلون هذه المصاطب أولا بها عامل نفسي جدا مهم أنه تخفف من الضغط والازدحامات اللي موجودة بالشارع ومن الحوادث اللي دا تتكرر بين فترة وأخرى. ثانيا هي مبادرة الفريدة من نوعها احنا نشوفها في مدينة سامراء بغياب تام من جميع الخدمات والحكومة المحلية والمحافظة اللي هي أبسط الخدمات تقدم للمواطن السامرائي اللي مصروفة لها 800 مليار. اليوم مؤسسات بسيطة جدا تسوي مصطبات بتكاليف جدا بسيطة، وسامراء انصرف لها 800 مليار لحد الآن ما شفنا شيء على أرض الواقع. فمبادرة طيبة بها عدة جوانب إيجابية، نتمنى من كل المؤسسات واني كرئيس مؤسسة إنسانية راح نسعى ونطور هذه المصطبات وندعمها حتى تكون بها أجواء وإيجابية أكثر، وندعم هذه الفكرة وإن شاء الله راح نزيد من عددهم ونكون متكاتفين يد بيد.